عاد على كل دكه الزمالك وعلى كل يعني لاعبي الزمالك بعد انتهاء مباراتهم مع طلائع الجيش بالفوز بنتيجه 1-0. خليني اكلمكم على كواليس اللقاء اللي حد ما يعني بدنا عليه التوتر في اللحظات الاخيره في البدايه كده. النهارده مستر كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك كان حريص ان هو يروح ويلتقط يعني صوره تذكاريه كده مع احد الشباب من زملائه الكتروات الخاصه قبل بدايه المباراه اللي راح له كده عند الدكه وطلب ان هو يتصور معاه. برده مستر كارتيرون سلم وصافح كل الجهاز الفني لنادي طلائع الجيش، لكن عمرو جمال بقى هو اللي كان حريص جدا ان هو يروح لمستر كارتيرون ويصافحه قبل بدايه المباراه. النهارده يعني كان موجود في المدرجات كده بن شرقي لاعب الزمالك اللي اصيب اثناء المران الاخير كده للفريق قبل المباراه، وكان برده موجود النهارده في المدرجات امير مرتضى منصور اللي كان متواجد مع الجهاز الاداري للزمالك اللي كان متواجد في المباراه. يعني لو كلمتكم على اجواء المباراه النهارده يعني لحد ما كابتن عبد الحميد بسيوني من وقت للتاني كده كان بيطالب لعيبته اللي هي تهدى كده يعني في اللعب اثناء لقائهم امام الزمالك، وبدا اكتر من حد كده من المساعدين عبد الحميد بسيوني يقوموا ويتكلموا مع اللعيبه، وده اللي خلى بقى كابتن عبد الحميد يروح له كده ويتكلم ويقول لهم ما حدش يتكلم خالص، قال انا بس اللي اتكلم مع اللعيبه. بدات الى حد ما بقى التوتر والقلق يظهر على مستر كارتيرون اللي كان متواجد النهارده في على الدكه كده الى حد ما قاعد وقلقان طول الوقت بيتكلم مع مساعديه، لكن النهارده بدات الاجواء تتغير اول لما اصيب فرجاني ساسي اللي كان باين عليه اللي هو يعني غضبان جدا وزعلان جدا وقت اصابته كده. الطبيب اول لما فرجاني نزل المباراه ثاني وقف له كده ونادى عليه عشان يشوف هيقدر يكمل ولا لا، لما لقاه مش قادر بدا يطالب بتغييره على طول. اول لما خرج فرجاني ساسي بقى بامبو كريم بامبو كده هو اللي كان حريص اللي هو يطمن عليه، كان قاعد وكان باين عليه اللي هو متالم جدا اثناء جلوسه كده على دكه بدلاء الزمالك، لكن الاجواء الى حد ما كانت مشدوده على جمهور الزمالك اللي الى حد ما من وقت للتاني كان بينادي على لاعبته وبيطالبهم بالضغط كده على طلائع الجيش. فرجاني ساسي النهارده بقى اول لما جه ينتهي الشوط الاول كده راح وقعد على عربيه الاسعاف وكان باين اللي هو بيتالم جدا وهو قبل خروجه قبل ما الاسعاف على طول او عربيه الاسعاف الداخلي كده الملعب تاخده وتخرج بيه بره الملعب لغرف الملابس، لكن الاجواء الشوط الثاني بدات تشد اكتر، بدا بقى التوتر يظهر على دكه طلائع الجيش اللي لحد ما كتير جدا كانت بتطالب يعني الحكام باللجوء للفار. كان في اعتراض قوي جدا النهارده من جمهور الزمالك ومن جهاز الزمالك على حكم اللقاء في اكتر من كوره كانوا بيطالبوا بضرب الجزاء وبداوا ينفعلوا بشكل قوي وبداوا يطالبوا الحكم اللي هو يروح للفار، وده اللي كان مضايق بقى الحكم الرابع اللي كان على طول بيطالبهم كده بالهدوء واللي هم يعني يقعدوا ويهدوا شويه، لكن النهارده مستر كارتيرون كان واضح عليه بقى الانفعال القوي جدا جدا يعني في المباراه، قام وزعق بشكل قوي جدا بسبب يعني اداء اللعيبه اللي كان باين اللي هو مش عاجبه، لكن على طول بدا يتحول انفعال مستر كارتيرون يعني لحد ما ارتياح اول لما جه الجون الاول كده للزمالك سقف من مكانه ما عملش اكتر من كده، سقف وهو واقف كده كان باين الاداء على امير مرتضى منصور اللي كان قاعد في المدرجات وكان واضح اللي هو مش عاجبه اداء لعيبه الزمالك، لكن النهارده اللحظات الاخيره بقى كانت هي لحظات الشد على دكه الزمالك وعلى دكه طلائع الجيش. الجهازين واقفين باستمرار وباين عليهم ان هم قلقانين وباين ان هم مشدودين، طلائع الجيش بيامل في التعادل كده مع الزمالك في اللحظات الاخيره والزمالك ودكته قاعدين وقلقانين جدا. النهارده مستر كارتيرون كان حريص جدا اول لما يعني مصطفى محمد اتغير كده اللي هو يروح ويسلم عليه ويقول له يعني اللي هو خرجه عشان الخلفيه ما يحصلش فيها شد، كان باين الى حد ما القلق والتوتر الكبير جدا على كل جمهور الزمالك اللي كان بيهتف للاعيبته من الوقت للتاني وكان بيسقف لهم من الوقت للتاني وكان على طول بيهتفوا كده العب يا زمالك. اللحظات الاخيره اول لما انتهى اللقاء اكتر من حد من الاطفال الصغيرين راحوا عشان يلتقطوا صور التذكاريه مع مصطفى محمد ومع اكتر من حد من لاعيبه الزمالك، على طول كان في حاله سعاده باينه على مستر كارتيرون وعلى كل دكه الزمالك اللي بداوا يسلموا على بعض كده، وظهر عليهم الارتياح القوي والحزن بيظهر على كل دكه وكل لاعيبه طلائع الجيش بعد نهايه المباراه النهارده. يعني بنقول لكل جمهور الزمالك وكل لاعيبه الزمالك مليون مبروك على الانتصار الغالي اللي بيحققوه على طلائع الجيش، وهارد لك نادي طلائع الجيش ولاعيبته.